والحين يسعدني فعلا أني أرحب بضيفي حسن إبراهيم البلوشي، مخرج إماراتي متميز في أدائه وارتقائه. مرحبا بك. يا مرحبا بك أختي نجلة. حياك الله أخوي الله حسن إبراهيم. بس طال عمرك، أنا قبل الاستديو كنا نناقشك عن تخصصك. أنت تخصصك نظم معلومات إدارية وموهوب في عالم الإخراج، كيف دمجت بين الشغلتين هذيلا؟ لا، كل واحد روحه، ما في دمج بينهم. لا، انت الحين انت هل انت ليش ما بديت، بما انك موهبتك اخراج، ليش ما بديت في الاخراج وكذلك تخصص في عالم الاخراج؟ لان اصلا انا حبيت الانتاج والاخراج بعد ما تخصصت 2006، وانا اصلا دخلت الجامعه 2004. يعني ما كان في مجال تحول تخصص؟ لا، صعب بيكون، يعني انا ما اخذ مواد بعدين ارد اغير. صحيح. صعب. وإن خاصة بتكون بديت يعني في التخصص، كملت في حدود سنة كاملة تقريبا، لكن ملامح هالموهبة عندك الإخراج ما ظهرت يمكن في سن مبكر شوية؟ عادة مثلا أغلب الشباب الموهوبين يلاحظون أن هالشيء من يومهم صغار، مثلا يحبون الرسم على سبيل المثال أو التصميم. موهبة الإخراج ما ظهرت عندك في سن مبكر؟ لا والله، لأن من يعني 2005 2006 قمت أطلع مثلا أصور، حبيت التصوير سواء مثلا بالهاتف الجوال أو بعدين بكاميرا، حبيت هالشيء قبل ما كنت احب عادي يعني. حلو، وكيف بديت من بعدها تنمي هالموهبه الاخراج؟ والله اتعلم في بالانترنت، اتعلم، قمت انزل برامج، اتعلم على الايديتنج، على البرامج الانتاج، التاثير، الموسيقى كذا اتعلم. فحبيت يعني اطلع افكار مثلا اجتماعيه ورد اسوي عليها تاثيرات وكذا، فشيء حلو والناس يتابعوني احلى طلع. صحيح. نعم. هل تؤمن مساله التخصص؟ كيف يعني تتخصص؟ يعني هل انت في المستقبل تفكر انك تتخصص في مجال الاخراج، ولا خلاص انت تكتفي اللي عندك؟ هو شيء حلو اذا تخصص، شيء حلو، واذا ما تخصص بعد عادي يعني، الامور طيبه. بس انت ما تنظر انك انت حاليا مثل الجمهور يعتبرك هاوي في عالم الاخراج، ما تنظر انك توصل للحرفيه في هذا المجال؟ ها، انا اتمنى اني احترف مجال الانتاج والاخراج، بس اذا ما قدرت بعد يعني شيء مو بذاك يعني اوقف عن اللي اسويه، لا، انا بستمر. حلو. اذا قدرت استوي منتج او مخرج الحمد لله، ما قدرت بستمر على اللي اسويه. بس هل مثلا في سبل ثانيه انت تلجا لها في انك يعني بغرض انك تطور من هذه الموهبه؟ يعني باعتبار انك حاليا ما تخصصت في مجال الاخراج، ويعني تخصصك نوعا ما يمكن بعيد عن موضوع الاخراج، فهل تلجا لسبل ثانيه؟ غير مثلا الحصص الموجوده على الانترنت والمدونات وغيرها. التجارب الشخصيه. التجارب الشخصيه. اصور، كثر ما اصور اتعلم اكثر. حلو. كثر ما اصور اتعلم اكثر. والافكار. انتقاد الاخرين ايضا. الانتقاد في مثلا بعض الانتقادات من الحقد والغيره، في بعض الانتقادات لا بناءه، انا استفيد منها. نعم. فاخذ اللي استفيد واترك اللي ما ابغى. حلو، والافكار، افكار الافلام اللي تخرجها من وين؟ الافكار اول شيء نحن اما انا والشباب مثلا نطلع فكره رئيسيه. افكار اللقطات ارتجاليه كلها يعني فجاه ما عندنا لا سيناريو ولا تخطيط ولا اي شيء. حلو، يعني يمكن هذا الشيء اللي يميزه يعني ابراهيم، كنت شاركني في الراي. هو انا الصراحه قبل ما هي الحلقه هذه انا شدني، كنت ابحث على طريق اليوتيوب، برنامج اليوتيوب شدني شيء اسمه شبابيات. طبعا انا استغرب، شفت الفيلم كان يتكلم عن شغلات يوميه يقوم فيها الشباب، كانت عن العزبه. وانصدمت كيف الاخراج وكيف شيء عفوي جدا رائع. طبعا وجيت الاستوديو وانصدمت انك انت ضيف عندي، ويوم خبرتك عن الشغله هاي قلت لي نعم انا مسوي الفيلم وكان جدا رائع. لو تخبرنا عن التجربه هذه. هاي كانت رحله سارين لها العزبه، وانا قبل ما عندي مثلا تجارب اصور في عزبه وكذا، فقلت يعني ليش ما اخلي الناس يشوفون شيء، شو حياه العزبه، شو يسوون. اخذت الكاميرا وياي يلا نصور. ما في لا سيناريو مثلا، ما في فلان سو كذا سو كذا، لا، طبيعتهم راحتهم، حياتنا الطبيعية عادي. حلو، يمكن هذا هو الشيء مثل ما ذكرت اللي يميزك. لكن بعد التقاط طبعا قدر كبير من اللقطات والمواقف، ما تضطر انك تقص مثلا بعض المواقف او تصيغ الموضوع بشكل ثاني دقيق اكثر؟ في مواقف لازم يبالها مثلا قص، وهذا مثلا في مثلا الفاظ غير لائقه مرات تطلع، فلازم اقص. في مثلا مواقف طويله ما فيها شيء ما اقصها، ما لها داعي، فاحط الشيء مثلا الحلو والشيء الارتجالي بس الجذاب، هي الحلو اللي يلفت الانظار. زين، نسبة المشاهدة للافلام، لان دائما هي نسبة المشاهدة تدل على نجاح الشخص. طبعا الافلام الامريكية وغيرها نجاحها عن طريق كثرة مشاهدينها. انت نسبة مشاهدتك للافلام اللي يشاهدونها كجمهور؟ اذا نحسب المعدل الكامل من يوم ما بديت للحين تقريبا 2.5 مليون. ما شاء الله. الحين مثلا اذا حطيت انا فيديو، نعم، خلال يومين يوصل 1500 2000.
حسن شو رايك نخلي المشاهد يشوف هذه اللقطات من افلامك القصيره؟ مشاهدينا خلينا نشوف الافلام القصيره وراجع لكم. صار صار يغامر. ليش؟ هون يا حليله. ايه والله تعال مسكين يا عري. لا لا مسكين يا عري عنده إصابة يا عري يا عري. ها ها لا 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 لسه 11. أنا قلت لين 11 لسه 11 تغير الموضوع. طبعا حمام باكستاني هيك. اي وحدة هاي البنية هاي وين جايبينها؟ شو فيك انت الدياية الله يبارك. تعال والله كيف شي؟ ليش رازب وياها هناك؟ ايه انت ايه؟ ايه الحلوة؟ طلعي طلعي انت طلعي. شو ها الشمسيات ما ادري القمريات؟ What's happened, man? No. What's happened, man? Hey, dude. They're not killing each other, huh? عودة من جديد بعد الفاصل مع ما خليتني يا اخي ما لو سمحتوا لو سمحتوا فاصل اعلاني ما خليتني خمس دقائق يا اخي خلاص اوكي خلص فاصل فاصل خمس دقائق يا ونعود للحوار الساخن. لا حول ولا قوة الله. عودة اليكم من جديد مشاهدينا الكرام مع الحوار الساخن الاتجاه المعاكس بين الاخ دقيقة الساحر يا اخي انت من وين عندك يا ابو دقيقة يا ابو دقيقة شيخك يا اخي ابو دقيقة ابو دقيقة صبر احسب لي دقيقة خل اسكت سمعت معي يا سمعت اقعد صدق صح؟ صبر دقيقة تفضل. في فترة قطع فيها الأخ بن بهروس أنا شو اللي يخص؟ أنا شو اللي يخص؟ ويقطع أنا مسؤول أنا دقيقة لو سمحت للمعلم تفضل في في لحظة في هناك عملية تصويرية في الموضوع بعد فيلم آلة الزمن ومن بعد هذه الأفلام والمقتطفات السريعة اللي اخترناها لكم من شبابيات طبعا شبابنا لاحظتوا العفوية والارتجالية الموجودة في هذه الأفلام. نرجع لحسن البلوشي حاليا مثل ما لاحظ التأثيرات اللي تنضاف على الأفلام والكثرة اللي أحيانا يمكن تزعزع المصداقية الموجودة في الأفلام، هل أنت تلجأ مثلا في أنك تضيف شيء جديد من خلال التأثيرات على أفلامك؟ طبعا هي طبعا مثلا عندي لما تكون هناك في لقطة ما تلفت الانتباه
فالتأثير هو اللي يلفت الانتباه. مثلا إذا عليت الصوت فهو يتأثر بالصوت أكثر من اللقطة نفسها. صحيح. فالتأثيرات هي اللي تلفت الانتباه مرات أحيانا. فأنت تلجأ لهالحيلة يعني. الحيلة هاي كمخرج كحنكة. الأعمال اللي قمت فيها في شبابيات هل لاقت رواج كبير في دول الخليج والدول العربية؟ الحمد لله. مثلا لما سوينا فيديو كليب الغرقان. تعال هذا منتاجكم ما شاء الله. يعني ما شاء الله الشعب السعودي كل شافه. لا أنا حسبت الصراحة من منتج يعني من الناس اللي أنتجوه سعوديين يعني. لا تقليد راشد الماجد وحسين الجسمي أنا سويته. ما شاء الله عليك. والكل شافه. يعني ما شاء الله عليكم. خلي حد في حاله لازم على أي موقف تغتنم الفرصة وتنتج لك فيلم. أشياء. آخر عمل كان فيديو كليب خلوني المنصور زايد. نعم. اليوم وصل 700 مشاهدة تقريبا. ما شاء الله عليك. طبعا كلمة أخيرة تحب توجهها للشباب اللي يعتقد أن الموهبة ينبغي أن تكون هواية فقط وليست اختصاص. من تجربتك طبعا. طبعا إذا واحد عنده موهبة في صوب واختصاص في صوب يعني ما يقصر في حق واحد منهم. ينمي موهبته في المقابل يعني يعطي الحق حق اختصاصه. نعم. عشان يستفيد من الناحيتين. بس الدمج بين الاثنين ما تشوفه يكون أفضل؟ هو أفضل. هو طبعا أفضل يعني بيكون خبرته أكثر. عرفت؟ أنا عندي خبرة مثلا نظريا في الإدارة وعمليا في الموهبة مثلا في الإنتاج والإخراج. بس لو دمجت فيهم بيكون عندي نظري وعملي. صحيح. نعم. تجمع طبعا وتلم بين الاثنين. حسن البلوشي شاكرين لك هذا التواجد. كان ضيفنا حسن المخرج بصراحة الشاب حسن البلوشي صاحب الأفلام القصيرة شبابيات. وما زلنا طبعا مستمرين في فقراتنا المتنوعة ولكم تفاصيل أكثر.